خليني بقى ابدا اقول الكرش. الكرش انا هنزل المقادير بتاعتها. عندي للكرشه كرشه، هحط معاها حمص طبيخ وحمص شام، بس هي في الاساس بيحط لها حمص الطبيخ اللي هو الصغير ده المسلوق، تمام. وبعدين عندي عصير طماطم، وعندي صلصه وبصل متقطع شرايح وفصوص ثوم، وكوبايه من المرق لان انا هسلقها 80%. في ناس بتستخدمها نيه على طول منها تنزل تستوي في الصلصه، انا الحقيقه لا، عملت كده عشان الوقت فانا سلقتها، لكن لو عايزين من الالف للياء تعملوها في الصلصه مفيش مشكله. عندي نص معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكمون، معلقه من البهارات، قرفه وملح وفلفل. طبعا هيبقى طعمها تحفه. خلينا كده ايه ناخد الحله دي واشغل العين هنا. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واهم حاجه نظافتها. طيب بالنسبه بقى لحاجه الكرشه، هاخد كده الثوم والبصل، بسم الله الرحمن الرحيم، وهعمل كده. ادي الثوم، وهاخد البصل الجوانح الحلو ده شويه خلاص. وطبعا اهم حاجه رشه الملح والفلفل عشان اخلي البصل ده ينزل ميته ويفك بقى يبقى شرايح. انا ممكن انقل الحله على العين اللي قدامي. اوكي بسم الله هنا، وهعمل كده تقليبه، وهخلي دي تسخن هنا عشان الفشه. قلنا الكرشه بتحب الطماطم مفيش مشكله، لكن الفشه لا. طيب طريقه الغسيل الفشه والكرشه هنقولهم تاني. الكرشه انا لازم اجيب الكرشه اول لما بجيبها من عند الراجل، اول ما بتطلع لازم تتغسل في ساعتها، لو استنيتوا عليها شويه هتبقى سودة خلاص. فاحنا لازم نغليها، نغليها في ميه ما نسيبهاش وقت طويل. اولا انا مش عايزه اغليها ميه كتير، في ناس بتحب تعملها بالسكينه زي ما قلت لحضراتكم كده على الناعم وتمشيها. احنا بنغليها غلوه، الغلوه دي في ناس بتحط فيها عصير ليمون، وفي ناس بتحط فيها خل خلاص. وبعدين نقطعها زي ما انتم عايزين. بعد ما بنقطعها انا في خطوتين، يا اما هعملها دلوقتي زي ما انا هعمل دلوقتي، احطها بيضه زي ما هي متقطعه ني احطها جوه الحله واشتغل معاها وتستوي جوه الصلصه، او هسلقها في بوكي جرني برده من غير الكرفس، يا دوب بصل ويا دوب فصين ثوم ويا دوب ورقتين لورا كان فص حبهان وتمام. بعد كده خلاص هسيبها تستوي جوه الصلصه، او ان انا هسلقها، يعني اسلقها ينزلها زي ما هي كده تبقى نيه. انا دلوقتي سلقاها عشان انا عايزاها تستوي على طول وتطلع معايا، بس طبعا بتتقطع في الاول قبل ما تتحط. الفشه لا، بتسترق زي ما هي، الفشه بتتسرق زي ما هي. هاخد كده بسم الله، احط من عصير الطماطم ها ها اوكي، وهاخد معلقتين صلصه او معلقه كده للون، وطبعا التوابل رشه كمون، وادي رشه القرفه، بهارات ملح وفلفل تمام. وبعدين هحط شويه من الحمص، حمص الطبيخ المسلوق، وهحط شويه من حمص الشام برضه، في ناس بتحبه، يا ده يا ده، يعني اللي موجود عند حضراتكم عادي جدا. الاثنين مش هيقولوا حاجه، وهقلب. وبعدين انا هسيبها بقى اغطيها دلوقتي تغلي مع بعض كده وتاخد اللون الحلو ده، تستوي الباقي ال 20% عليها في السوا، وبعدين هشوفها مع حضراتكم لكن بعد الفاصل. هيطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل هنروح نشوف كرشة عملت ايه، ونحط بقى بقية الفشة بتاعتنا بعد ما نقول طريقة سلقها وغسلها ازاي. مستنيه حضراتكم بعد الفاصل.